قبل فترة عملت إعلان إلى معهد مدار الخليج العالي للتدريب، كان عندهم فرص تدريبية منتهية بالتوظيف، ما شاء الله تبارك الله، يعني اللي قدموا واستفادوا كثير ورجعوا الآن عندهم فرص تدريبية منتهية بالتوظيف من جديد. فإن شاء الله اللي ما حصلت فرصة في الإعلان السابق بإذن الله تعالى أنها تحصل فرصة في هذا الإعلان. هذه الفرص راح تكون مع شركات كبرى، برامج وتخصصات راح تكون مختلفة في عدة مجالات، راح يكون فيه مكافأة شهرية، راح يكون فيه شهادة معتمدة بعد التخرج، بالإضافة راح يكون فيه تأمين صحي، تأمين طبي خلال فترة التدريب. بعد السنابة هذه راح أحط لكم بوست في كل المعلومات، في شروط حق البرنامج، في أرقام التواصل. هذه السنابة أرسلوها لكل الموجودين عندك، تكون سبب في فتح باب رزق إلى أحد. فالكم التوفيق والنجاح دائماً.